امبارح كنا اتكلمنا عن زيارة وفد مصري بيضم أكتر من 50 شخصية، كان على رأس الوفد وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار، كانوا بيزوروا دولة تنزانيا وقابلوا الرئيسة التنزانية. لسه الزيارة الرسمية على فكرة مكملة في تنزانيا، والنهاردة وزير الإسكان زار موقع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا، وعقد اجتماع مع وزير الطاقة التنزاني لاستعراض تطور الأعمال في مشروع السد. الاجتماع ده كان موجود فيه السفير المصري محمد جابر أبو الوفا، سفيرنا في تنزانيا، المهندس وائل حمدي نائب رئيس تنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك، وعد أيضا بعمل تطورات كبيرة في هذا الموضوع. كان موجود أيضا عدد كبير من أعضاء الوفد المصري اللي بيزور تنزانيا. وزير الإسكان أكد كمان أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا وبشكل خاص بمشروع السد التنزاني، وأنه كلف الحكومة بأنها تتابع موقف الأعمال يوميا، وأنها تقدم تقرير شهري إيه اللي بيحصل في هذا الموضوع. وزير الإسكان قال بالنص كده في لقائي الأول مع الرئيس السيسي بعد تكليفي بمنصب وزير الإسكان، كان أول ما أكد عليه وقتها هو أهمية مشروع السد وإنجازه في أقل وقت ممكن. وقال كمان أنه الرئيس السيسي بيؤمن بأهمية وجود فرص كبيرة في القارة الأفريقية، لكن هذه الفرصة تحتاج لتحقيقها لأن نعمل معا من خلال تعاون كامل ما بين جميع الدول الأفريقية. خلال الاجتماع وزير الطاقة التنزاني قال أنه بيعلم جيدا ويقدر الاهتمام الكبير اللي بيولي رئيس السيسي للمشروع وإرساله للوفد المصري لتنزانيا، ده دليل على جدية الرئيس لإنجازه، وهو ما يحمل رسالة طمأنة للشعب التنزاني. ده الكلام اللي قاله وزير الطاقة التنزاني.